مشكلتنا نحن المسلمين ككل، أخذا من باكستان إلى أندونيسيا، التي بسببها بقينا تحت الاستعمار والاستثمار. نحن الآن البلاد الإسلامية لا شك إنها تحت الاستثمار وتحت الاستعمار. لماذا هذه المشكلة؟ مشكلة المسلمين الوحيدة عدم الكفاءات. كفاءات مموت، إنسان لا يعرف البناء، هل تسلم له بناء؟ تعال الآن جيب 1,000,000 إنسان لا يعرفون بناء هذه الغرفة، بمليونهم لا يتمكنون بناء غرفة، كفاءة ما. أما جيب فرد مهندس يعرف بناء الغرفة يبني لك 1,000,000 غرفة، لأن ذاك فيها كفاءة، هذول 1,000,000 ما فيهم كفاءة. نحن كفاءات مو موجودة عندنا، مو بس في رؤساء الحكومات كفاءات مو موجودة، أبدا في الشعوب ماكو كفاءات موجودة. ويشتبه من يظن أن في الشعوب كفاءات موجودة. إذا كان الشعب فيه الكفاءات، الحكومة أفراد من الشعب، كيفما تكون يولى عليكم. إذا كفاءات مو موجودة في المجتمع، نفس هؤلاء يصلون إلى الحكم، يصبحون وزيرا، يصبحون رؤساء جمهوريات، يصبحون سفراء، يصبحون مدراء، يصبحون شخصيات بارزة، ما عندهم كفاءة. الإنسان الذي ليس عنده كفاءة هذا لا يتمكن من إدارة الأمور. وهناك إنسان عنده كفاءة في الغرب وفي الشرق، ولهذا يستثمر هذا الإنسان الذي ما عنده كفاءة. أقول الآن في الكويت فرد رجل شيعي عنده شركة، الشركة فيها 7,000 عامل، كيف تمكن هذا الرجل الواحد أن يسخر 7,000 عامل؟ لأن هذا الرجل فيه كفاءة وأولئك ما فيهم كفاءة، ولهذا هذا سخره يستثمره. وفي شركة فورد، أنا فرد مرة قرأت في أزمة النفط أن الشركة طردت 90,000 عامل، 90,000 عامل تحت إدارة إنسان واحد. هؤلاء الذي طردهم من شركتي، لأن ما أكو شغل، ما أدري كم عامل عنده. أحد الأصدقاء قال لي يروح إلى يابان، يقول ذهبت إلى يابان أريد أشتري، أحد أصدقاء التجار، مواد البناء. يقول ذهبت إلى شركة بناية ضخمة ومدراء في نفس الشركة، قلت كم عامل عندكم؟ قال 500,000 عامل. مو بالقوة بالاختيار، هذول مو مثل حكوماتنا كثيرا اللي بالقوة جايين، لا أبدا بالاختيار. لماذا هذا الرجل الواحد تمكن أن يستثمر 500,000 عامل؟ لأن هذا الرجل الواحد عنده كفاءة، وهن 500,000 ما عندهم كفاءات.